أكد مواطنون من محافظة صلاح الدين وجود آلاف المعتقلين في عموم المحافظة، مطالبين الحكومة بالكشف عن مصير ذويهم. وكشف مصدر في مجلس المحافظة لقناة الفلوجة في وقت سابق عن وجود أكثر من 4000 شخص بين مغيب ومخطوف ومعتقل، مؤكدا مطالبة المجلس الحكومة الاتحادية وهيئة الحشد بالإفصاح عن سبب الاعتقال وإطلاق سراح الأبرياء منهم. والله مشكلتنا مشكلة المعتقلين، يعني عندي أنا من أقاربي ما يقارب 9 لحد الآن، من أقارب ولد أعمامي لحد الآن معتقلين ولا نعرف مصيرهم، اعتقلتهم القوات الأمنية، وإحنا نطالب من القوات الأمنية في تحرير العراق أيضا تحرير الأبرياء منهم الذين لم يرتكبوا جرائم. نطلب من القوات الأمنية والحشد الشعبي بكشف حقائق عن المعتقلين الذين اعتقلوا في تحرير تكريت، بالنسبة منهم للأبرياء فقط، لا نقول المو أبرياء، نقول الأبرياء منهم الذين اعتقلوا وتركوا وراهم بيوتهم وتركوا نساءهم وتركوا أطفالهم، ونتساءل بهم بمعرفة مصيرهم وأين مصيرهم، لأنه اعتقلوا لمدة سنتين وسنة ونص من تحرير تكريت.